السلام عليكم، معكم عبد الواحد ابو جنات رئيس جمعيه خطوه. اليوم حنا بصدد اللقاء الختامي لمشروع ادماج السوق الاقتصادي للنساء ضحايا زلزال الحوس. المشروع هو جاء ثمره شراكه بين الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه ومكتب الدراسات ديال الوطن وجمعيه خطوه. المشروع جاء بواحد المقاربه جديده اللي هي مواكبه النساء في مجال رياده الاعمال والمقاولات الجمعيه النسائيه، علما انه في بدايه تهيئ لهذا المشروع كان في الاول انه كان مهيئ انه يكون في مدينه مراكش، ولكن ظروف الزلزال حتمت انه ننتقلوا للمنطقه ديال البؤره ديال الزلزال اللي خلاتنا انه نحاول نهزوا المشروع برمته الى منطقه بعيده، اللي خلانا نعتمد واحد المقاربه اللي هي مقاربه ديال تكوين واحد القطب ديال المواكبين المحليين اللي هما ساعدونا في تهيئ لهذا تنزيل هذا المشروع ان شاء الله. اليوم غادي نشوفهم معنا بجميع المحطات والخطوات اللي لازمنا المشروع على مدار سنه كامله. تقريبا اعتمدنا على التوزيع الجغرافي اللي تم فيه تنزيل فيه المشروع، تقريبا اعتمدنا على 4 ديال الدوائر جماعيه. كنا في دائره أمزميز، كنا في دائره تحناوت، كنا في دائره اوريكا، كنا في دائره ايتوريري، يعني واحد مجموعه ديال المناطق. غادي نشوفهم معنا الصعوبات اللي عرفها المشروع، الاليات اللي خدمنا بها ان شاء الله، ونتمنى لكم انتم وقتا طيب ان شاء الله. شكرا للي منبر شفتيه. السلام عليكم، معكم كريمة أمزل، واحدة من المواكبات اللي كانوا اليوم الشرف أنهم يواكبوا الناس في المناطق الجبلية اللي تضرروا بالزلزال. أنا كنشكر صراحة الله جمعية خطوة حيت كان لها واحد الدور كبير، وكان لها إن شاء الله الفضل علينا كاملين أننا خدينا واحد الباجاج، خدينا واحد سميتو واحد يعني فاليز باش أننا حتى حنا نواجهوا الوقت مع هذوك الناس ونوقفوا معاهم حتى إن شاء الله يا ربي نحققوا واحد النجاح كبير بالنسبة للتعاونية، وبالنسبة باش أن هذوك الناس توما يكون عندهم واحد الدخل محدود، وتوما يكون عندهم واحد سميتو واحد الآفاق انهم يوجهوا لسوق الشغل تاهما ويتعرفوا على العالم الخارجي، لان كتعرفوا المناطق الجبليه راه الناس كيكونوا عالمهم محدود. الحمد لله استطعنا اننا نجيبهم هنا وتعرفوا على الصناعه التقليديه والدور ديالها، والحمد لله اننا استطعنا اننا ننشئوا تعاونيه في واحد المنطقه اللي بعيده وبعيده بزاف، والحمد لله راه هي غاديه وغاديه مزيان. وكنتمنى ان شاء الله الاستمراريه للجمعيه خطوه والناس اللي مساندينها ضايلوا ايضا، حتى انا ما ننساهمش انه كان عندهم واحد الفضل انهم حتى هما يعني كان لهم دعم كبير علينا، وكنشكركم حتى انتم شكرا جزيلا. ونتمنى ان شاء الله يا ربي ان نتواصلوا ونكونوا دائما 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 في التقدم، والحمد لله شكرا جزيلا.